السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتنا الجديدة قناة صوت الملعب، هسيب لحضراتكم اللينك تحت الفيديو إن شاء الله. طبعا النهارده في مباريات لتصفيات امم افريقيا. مباراه مصر اتلعبت وانتهت بالتعادل 0-0 مع جزر القمر، وجزر القمر يعني احتلت صداره المجموعه. مباراه برضو توجو وكينيا اتلعبت النهارده وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وبكده منتخب مصر بيحتل المركز الثالث في المجموعه بعد كينيا. كينيا بفارق الاهداف طبعا، انت ما سجلتش النهارده، هي سجلت هدف أمامك المباراة اللي فاتت، وهذا هذا هدفين، أنت عندك هدف واحد في التصفيات يعني. وتوجو طبعًا في المركز الأخير بنقطة واحدة يعني. ده بخصوص مجموعة مصر. الجزائر النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني كسبت قبل كده الماتش الأول 5 زامبيا، النهاردة بتلعب بوتسوانا، وشفت الحد يعني الهدف بتاع يوسف بلايلي اللي جه في دقيقة 14 من ضربة ركنية. يعني بسم الله ما شاء الله جمال بالماضي عنده مجموعة من اللاعبين. طبعًا عارفين إن رياض محرز مش موجود، وكان اعلن جمال بالماضي قبل كده ان رياض محرز مش هيبقى موجود لظروف خاصه يعني، واحنا عارفين يا قصه طلاقه من زوجته والازمه الاخيره اللي كانت مثاره، مش هنتدخل في تفاصيلها يعني. فبمحرز او من غير محرز، فمش محرز بس يعني، بسم الله ما شاء الله فريق المغرب كمدرب على قدر كبير جدا من الوعي. جمال بالماضي كلاعبين الاساسيين يعني لا يعني ما بيزيدوش كتير عن البدلاء يعني، لو البدلاء نزلوا هيأدوا بنفس الشكل، لو لعب 2-3 هتلاقي هي الانسجام واضح. منتخب المغرب الجزائر بسم الله ما شاء الله يعني. نيجي لموضوع الفيديو بقى، موضوع الفيديو اللي هو كابتن نادر السيد. كابتن نادر السيد لاعب نادي الزمالك ولاعب حارس مرمى نادي الزمالك والنادي الاهلي والمصري وامبي والاتحاد السكندري، واحترف في بلجيكا وفي اليونان. نادر السيد اثار الجدل النهارده بعد ظهوره مع كريم خطاب في برنامج سوبر تايم على قناه تايم سبورت يعني. البرنامج ده مؤخرا بقى بيثير جدل كتير حوالين النادي الاهلي. البرنامج ده برضو كان مستضيف احمد سمير فرج اللي اتكلم عن النادي الاهلي وعن حازم الهواري، وان ازاي اتحاد الكره بيجامل النادي الاهلي وازاي وكل ده ردينا عليه كله في شنك يعني. ردينا وقلنا عبد الله، اما قالك عبد الله، عبد الله السعيد كان في الاهلي وقت ما بيقول لك كان بيتفاوض معاه، حازم الهواري كان بره الاتحاد الكوره، كلام مش منطقي يعني. بعدها بشهرين بعد الكلام في شهر تقريبا 2 أو 4 انتقل لليرز البلجيكي احمد، يعني كلام كله. فالبرنامج جاب عليه علامات استفهام. سيبك من البرنامج، الضيوف اللي بيجوا ليه بقى الكلام كله تخبيط من الاهلي؟ النهارده انت يا عم نادر يا سيد، رحت كنت لعب في الزمالك، طلعت رحت احترفت في بلجيكا، بعد كده في اليونان، ما رجعتش على الزمالك ليه يا عم نادر يا سيد؟ انت بتقول دلوقتي يعني ان هو يعني لو الزمن رجع بيه تاني مش هيلعب في النادي الاهلي، مش هيكرر نفس التجربه، وانه على حد قالوا انه ضحك عليه اغروه انه هيلعب اساسي في النادي الاهلي، كان موجود طبعا عصام الحضري وقالوا لي انت رقم واحد، حارس رقم واحد، وانت مش عارف ايه والكلام ده كله. ف يقول لك لو رجع الزمن بيا مش هلعب تاني، مش هعيد نفسي، على الرغم ان هو قال لك ان انا لم اندم. فاستضافوه برنامج بيجي على السي بي سي اسمه الستات، ما يعرفوش يكذبوا حاجه زي كده. الست هو البرنامج اسمه كده، انا ما اقصدش حاجه والله، برنامج اسمه كده الستات ما يعرفوش يكذبوا، كانوا مستضيفين نادر السيد. نادر السيد قال لك لم اندم على انضمامي للنادي الاهلي، نادي الاهلي نادي عظيم. على ايه اللي اتغير يا عم نادر؟ انت يعني وبتمسك العصايه في وقت من الاوقات يحسسك ان بعض الناس او بعض اللعيبه ان هو بيمسك العصايه من النص، عشان لو جات له فرصه من نادي الزمالك اهلا وسهلا، لو جات له فرصه من نادي الاهلي اهلا وسهلا. طب ما انت اعتزلت يا عم نادر يا سيد الكوره، انت مش اعتزلت الكوره؟ بعد ما اعتزلت الكوره عملت ايه؟ جيت اشتغلت في قناه النادي الاهلي، كان النادي الاهلي حلو وعليه سكر؟ كان عليه سكر وسمسم يعني وقتها لما جيت واشتغلت في قناه النادي الاهلي، وشرف لاي حد انه يلعب للنادي الاهلي، شرف مش عارف ايه، ولم اندم ولم مش عارف ايه. ليه؟ عشان هنا بنستفيد. لما الاستفاده دي بقى اتقطعت، انت مشيت من قناه النادي الاهلي، وبعد كده انت فتحت شركه بتاعه تسويق لاعبين او
اشتغلت وكيل لاعبين او وكيل مدربين حاجه زي كده، خلاص مجالك انت حر فيه، اشتغل شوف جرب مصلحتك. ما اشتغلتش مدرب حراس مرمى، ما دخلتش مع النادي الاهلي في مجال التدريب، او ما اشتغلتش في النادي الاهلي، اشتغلت بس في قناه النادي الاهلي، استفدت مؤقتا بعد اعتزالك، شفت مصلحتك دلوقتي بقيت وكيل لاعبين. ايه بقى الغرض من ان انا يعني ترجع في كلامك من في التوقيت ده؟ خلاص يعني موضوع سوق اللاعبين ولوكا اللاعبين واقف، مفيش منه حركه. طب ايه اللي مفتوح دلوقتي؟ خلاص النادي الاهلي قناته تمام، مفيش اي كلام خاص بالنادي الاهلي وخلاص، وانت اساسا ما اعتقدش ان انت ليك علاقه بالتدريب كحراس مرمى، ما اشتغلتهاش، انت ليك علاقه بالاعلام. طب ايه المتاح حاليا دلوقتي؟ هل هو المتاح قناه نادي الزمالك؟ فاي واحد بقى عايز يبقى موجود اخبط في الاهلي، اتكلم عن النادي الاهلي مش عارف ايه بطريقه، ايه يا جماعه في ايه؟ هو احنا وصلنا الغايه تبرر الوسيله؟ ده حتى المفروض حتى الغايه يعني الوسيله تكون مشروعه، الوسيله تكون شريفه. الغايه انا عايز مال، خلاص الغايه تبرر الوسيله، مثلا دلوقتي اروح اسرق، اروح اقتل، اروح انهب، اروح مش عارف ايه، ما هي الغايه تبرر الوسيله مثلا؟ لا، الغايه لو هي غايه محترمه وغايه شريفه اكيد الوسيله تبقى شريفه. الغايه لو هي مش نظيفه يبقى الوسيله عمرها ما تبقى نظيفه. النهارده قال لك ايه؟ نادي السيد اتكلم، قال لك اتكلمت مع اداره الاهلي قبل الانتقال وقلت لهم بالحرف يا جماعه عندكم حسام الحضري وهو حارس كويس. قال لهم حسام الحضري الحارس التاريخي في مصر من افضل الحراس في تاريخ او ان لم يكن الاول، رغم خلافي مع حسام الحضري بسبب اللي حصل مع النادي الاهلي يعني. لكن راجل لعب كاس العالم وعنده 45 سنه، فضل يلعب وعنده 45 سنه، لعب شارك مع منتخب مصر، اشتغل على نفسه والكلام، من افضل الحراس ان لم يكن رقم واحد في تاريخ مصر. بالارقام، بالارقام، في لعيبه احنا ما شفناهاش، في لعيبه ما شفناهاش خاضوا عدد المباريات اللي خاضها عصام الحضري. في حراس مرمى ما حققوش اللي حققه عصام الحضري، محقق 3 بطولات امم افريقيا، 4 بطولات كمان. عصام الحضري كان موجود مع نادر السيد في بطوله 98 مع الكابتن جوهري، كان موجود احتياطي ليه. عصام الحضري كان موجود في 98 و2006 و8 و2010. عصام الحضري راح كاس العالم في روسيا الاخير. ارقام محدش حققها في حراس المرمى النهارده. وبعدين في الفتره اللي انت بتتكلم فيها ده عصام الحضري كان من افضل حراس المرمى. وبعدين الاهلي جابك ليه يا عم نادر يا شباب؟ نرجع تاني لسؤالي، لما انت حارس، قالوا لي بقى انت حارس كويس، قال لك لا انت رقم واحد وانت اللي هتلعب واحتمال عصام يطلع اعاره لنادي تاني. قال لك رحت الاهلي بعد مباراه مصر وكوت ديفوار في تصفيات افريقيا، وقتها مستر جوزيه وقتها قال لي قدامك اسبوع هتلعب، والاسبوع ده قعد سنه، وحسيت اني اكبر من اني اقعد معاه واقول له انا ليه مش بشارك. اكبر من والجوزيه؟ ما حدش، لو انت مين هتقعد؟ من والجوزيه ما عندوش حاجه اسمها نجم، من والجوزيه ما عندوش حد يتكلم، من والجوزيه اللي عمله ده بسبب فكره. التاريخ اولا من فضل ربنا سبحانه وتعالى قبل اي شيء يعني، لكن بفكره اللي هو ايه؟ ان انا ما حدش يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. فكري ان ليا طريقه في تفكيري، مين اللعيب اللي هيكسبني؟ ما بشتغلش باسماء. اللعيب اللي شايف نفسه ما يكمل مش هيلعب، مش هيكمل. قال لك ما حسيت ان انا اكبر من انا وشاركش ليه؟ قال دايما كنت بسمع اصل عصام الحضري ماشي كويس، اصل عصام مش موفق فما ينفعش نقعده، ولازم يقف على رجليه، يقف عصام على رجليه فيرجع يقول طب ازاي هنقعده؟ عصام الحضري افضل بكتير طبعا يا عم نادر. انت جيت النادي الاهلي علشان مباراه واحده بس. انت لو انا زي ما بعيد السؤال تاني وتالت وعاشر، انت لما رجعت من بلجيكا واليونان فتره احترافك ما رجعتش على الزمالك ليه؟ لما انت لسه فيك الرمق زي ما بيقولوا، لما انت الحلو يعني وفي حراس المرمى ما رجعتش على طول ليه؟ لا ده انت ما رجعتش الزمالك خالص، ده انت رحت رجعت بعد كده على المصري، وبعد كده من الاهلي، وبعد كده تقريبا الاتحاد، وبعد كده انبي. يعني انت ما رجعتش على ناديك الاصلي، لان ناديك الاصلي كان شايف تقريبا كان وقتها عبد الواحد السيد احسن منك، تقريبا هو عبد الواحد السيد كان احسن منك، وانت مستواك نزل عما كنت رايح تحترم، مستواك قل. لما انت مستواك جاي رجعت من الاحتراف ولو كويس ما رجعش ناديك الاصلي ليه؟ قال لك الحقيقه ولازم نكون واقعيين، الاهلي تعاقد معي لتحفيز عصام الحضري. الماتش الوحيد اللي انت لعبته كان قدام النادي المصري، النادي الاهلي عمل مباراه وانت بصراحه تألقت تألق غير عادي، شلت اجوان بالجمله زي ما بيقول. قال لك دايما بقول انا اكتر نادي اديت له هو الاهلي. اديت له ايه بقى؟ بسم الله ما شاء الله.
قالك ودي كان فيها ظلم تاريخي ليا، قالك ظلم تاريخي ان هو يعني الاهلي اتعاقد معاه عشان ظلم تاريخي ليه. انت معتزل بقالك كام سنه وايه الداعي ان انت تتكلم ده؟ زي ما برجع تاني وبقول بتتكلم دلوقتي علشان في قناه انت مالكش يعني في مالكش في الشغل بتاع الفنيات حراس مرمى والكلام ده، شغلك كله ممكن تشتغل اعلامي زي ما كنت شغال في قناه ده. المتاح دلوقتي ايه؟ قناه نادي الزمالك. خلاص انا زملكاوي، الاهلي ظلمني ظلم تاريخي، الاهلي مش عارف ايه، ضيعت، لو عاد بيا الزمن مش هرجع، الحاجات الشعارات اللي بيحبها الجماهير. ومش بعيد نلاقيك دلوقتي جماهير الزمالك عامله لك هاشتاج نادر السيد مش عارف ايه. ايما رضا عبد العال بيتكلم عن نادي هو زملكاوي وانت زملكاوي، وحد قال لك ان احنا قلنا ان انت اهلاوي؟ انت زملكاوي يا سيدي، بس بتيجي تتكلم كلام بلا استفدت ولا ما استفدتش في النادي الاهلي؟ حققت بطولات مع النادي الاهلي ولا ما حققتش؟ اسمك المفروض يعني الاهلي انت اللي اديت للاهلي، اديت له ايه بقى وانت قاعد على الدكه يا سيدي؟ مين اللي ادى مين؟ ده انت خدت فلوس وانت قاعد على الدكه وخدت بطولات، مين اللي ادى مين؟ انا اديت يعني قال لك دايما بقول انا اكتر نادي اديت له هو الاهلي. اخدت تقدير واحترام من الجماهير ولكن ده لا يكفي كلاعب كره قدم. ما عايز تعمل ايه؟ ما خدش فلوس؟ ايه يعني احترام وتقدير ايه يعني؟ لما انت مش عاوز تكمل كل يقول لا مش النادي الاهلي حصل قبل كده. لما انت مش مرتاح امشي افسخ عقدك، اطلب من النادي الاهلي لا مش هينفع كده. بقول لك مضينا مع شيكابالا وجمال حمزه وجوه من النادي الاهلي لعبوا ما يعني جمال حمزه لعب معسكر مع معسكر انضم لمعسكر النادي الاهلي وبعد كده خلاص مع السلامه عقدك يا سيدي اتفضل بالسلامه. وائل قباني وغيره لعيبه كتير مش عايزني خلاص، انما انت جيت وبعد ما قعدت وقبضت وخلصت وطلعت واشتغلت في قناه النادي الاهلي وبعدها بكام سنه ما ندمتش على اني النادي الاهلي النادي العظيم عمري ما ندمت اني انضميت له بعد كده النهارده لا ندمت. طب ايه سبب الندم يا سيدي؟ هل السوق بتاعه وكلاء اللاعبين مش شغال دي؟ شيء بشع يعني شيء صعب. كل شويه نسمع كلام، كل شويه نسمع فتاوى وحكايات. نتكلم عن الكابتن وائل جمعه. كابتن وائل جمعه هاجم لاعب منتخب مصر وكلم وائل جمعه بطريقه منطقيه وعقلانيه. اولا طالب بعوده الجماهير في اسرع وقت يعني. قال لك لان الجماهير هي اللي بتصنع اللاعب. في فرق بين لاعب محلي ولاعب دولي، الجماهير هي اللي بتصنع يعني ايه اللاعب دولي. النهارده لما تلعب لعيبه في منتخب انديه لما تلعب تحت ضغط جماهيري اللاعب بيبقى قوي، ما يهموش يلعب هنا يلعب بره يلعب جوه وجمهور 100,000 زي جمهور 80,000 خلاص. لكن النهارده انا بجيب لعيب 50 من هنا و50 من هنا او 15 ويمكن ما فيش جماهير خالص ويطلع يروح هناك. شفنا الملعب النهارده بعد انتهاء المباراه الجماهير كلها نزلت، الملعب كان مليان جماهير، تلعب ازاي؟ وبعدين مع احترامنا كل لاعب لعب له ماتشين حلوين جاب جون جونين مع ناديه يطلع بقى ايه؟ المهم ان وائل جمعه اتكلم النهارده عن اداء منتخب مصر بعد التعادل مع جزر القمر وقال لك وائل جمعه هناك لاعبين لا يستحقون الانضمام الى صفوف المنتخب من الاساس، الجميع يلتزم الصمت خوفا على المنتخب ولكن جاء وقت الحديث. وقال الجمهور هو الحل، ما الفارق بين خوض مباراه المنتخب على الارض وخارج الارض؟ لابد من عوده الجمهور وتخفيض سعر التذاكر بالجمهور. تخفيض سعر التذاكر والجمهور هو عصب الكره في مصر واللاعب الدولي هو من يتحمل الضغوط. وقال الاساس في كل شيء هو العناصر الشابه، بمعنى المنتخب الاولمبي هو الاساس في الوقت الحالي مع بعض العناصر من الخبره مش زي محمود علاء وحجازي وطارق حامد ومحمد صلاح وتريزيجيه. غير كده بقى مع السلامه يعني. هو ده الكلام اللي كان قاله احد الناس قبل كده تقريبا هشام السويسي، قال خد عناصر المنتخب الاولمبي وحط عليهم المجموعه اللاعبين دول وهم ده يبقى التشكيل الاساسي لمنتخب مصر خلال الفتره المقبله يعني. ده سريعا كلام وائل جمعه عن منتخب مصر. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر دائما ان شاء الله. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير على صفحتك على فيسبوك وتويتر، لو بتشوفنا اول مره اشترك بالقناه فعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.